نرجو من فضيلة الدكتور صالح الفوزان أن يذكر لنا كيفية الرقية الشرعية في الإسلام، وهل هناك دليل على ذلك، وما قصة رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وما الدعاء الذي يقوله المريض في حال المرض؟ الرقية في الإسلام مشروعة، وهي القراءة على المريض من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية المشروعة، ولا سيما فاتحة القرآن، إنها أعظم رقية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى المريض، وأنه رقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. الرقية ثابتة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القراءة على المريض، يقرأ من القرآن وينفث على المريض على موضع الألم، وكذلك يدعو بالأدعية الشرعية له بالشفاء والعافية وينفث عليه كما جاءت بذلك الأدلة. هذه هي الرقية الشرعية، وهي من أنفع الأدوية وأعظمها إذا صحت نية الراقي والمرقي، إذا صحت نيتهما واعتقد أن في القرآن شفاء للمرض فإنه يشفي بإذن الله. نعم. هو يقول أيضا، وما كيفية رقية النبي صلى الله عليه وسلم لمريض من الدعاء أو في الأدعية المشروعة؟ كما ذكرنا أنه يقرأ من القرآن، وأحسن وأعظم الرقى قراءة الفاتحة. يعني يقرأ الفاتحة وينفث عليه. قد جاء في الحديث أن جماعة من الصحابة مروا بحي من أحياء العرب، وقد لدغ كبيرهم، وهذا الحي أبى أن يضيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدغ كبيرهم، فجاءوا إلى الصحابة يطلبون الرقية لكبيرهم، قالوا إننا استضفناكم فلم تضيفونا، فلا نرقي إلا بجعل، يعني بمال. فشارطوهم على قطيع من الغنم، فقام أحد الصحابة وقرأ على اللديغ سورة الفاتحة، ثم قام اللديغ كأنما نشط من عقال، ثم أخذوا القطيع وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، وقال إن حق ما أخلتم عليه أجرا كتاب الله، أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. فالرقية من القرآن أو من الأدعية الشرعية تنفع بإذن الله من لدغة العقرب والحية ومن الأمراض كلها. نعم.